بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقلنا في الحلقة السابقة إن الحسد داء وبيل وخطر عظيم، فهو الذي بسببه أخرج إبليس من الجنة لما حسد آدم عليه السلام على ما آتاه الله عز وجل، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو الذي جعل ابني آدم يقتل أحدهم الآخر، كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. كل هذا بسبب الحسد، حسد أخاه ثم قتله وحلت عليه الخسارة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه هو أول من سن القتل. وذلك كله بسبب الحسد، سبب بين ابني آدم القطيعة، قطيعة الرحم، وسبب بينهما قتل النفس بغير حق، وسبب الخسارة على هذا الحاسد والعياذ بالله، أصبح من الخاسرين. والحسد هو الذي حمل اليهود على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعلمون أنه رسول الله وأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم حسدوه لا عن جهل بحقيقته، وإنما حسدوه على نعمة الله عز وجل التي أعطاه الله إياها، لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل. فلما كانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في العرب حسدوه، كما قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. فمحمد صلى الله عليه وسلم نعمة من الله على العالمين، على بني إسرائيل وغيرهم، لكنهم كفروا هذه النعمة، لكن اليهود والنصارى كفروا هذه النعمة بسبب الحسد الذي في قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجب ذلك لهم الكفر واللعنة من الله والغضب من الله، كله بسبب الحسد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد. والحسد خطير جدا، الحسد خطير جدا، ولهذا أمر الله رسوله أن يستعيذ بالله من شر الحاسد. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فجعل الحسد قرينا للسحر والعياذ بالله، لما فيه من الشر وما يورث من العداوة والبغضاء بين الحاسد والمحسود، ولما فيه من الاعتراض على الله عز وجل
وعلى قضائه وقدره، فكأن هذا الحاسد يعاتب الله عز وجل: لماذا أعطيت فلانا كذا وكذا؟ اعتراض على القضاء والقدر وعدم إيمان بقضاء الله وقدره. فالحسد داء قديم وداء وبيل وداء خطير، فيجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الحسد ومن شر الحاسد. وأما الحسد الذي هو الغبطة، الحسد الذي هو الغبطة الذي تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى أخاك، مثل ما أعطى أخاك، ولا تتمنى زوال النعمة عن أخيك، وإنما تتمنى مثلها، فهذا يسمى بالغبطة، وهذا محمود. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو يتصدق منه وينفق منه آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به ويعلمه آناء الليل والنهار، فيأتي واحد ويغبطه، بمعنى أنه يتمنى أن يكون مثله، فله من الأجر مثل أجره، لأن نيته طيبة، كما جاء في الحديث أنه إذا تمنى الخير، وأنه لو تمكن لفعله، ولكن منعه مانع، فهذا يعطى على نيته. فهما، قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بالعمل وهذا بالنية الصالحة، ونية المسلم خير من عمله. فالحاصل أن الحسد على قسمين: حسد مذموم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو تمني زوال النعمة عن المحسود ولو لم يحصل للحاسد مثلها. والنوع الثاني حسد محمود، وهو الغبطة، بأن يتمنى المسلم مثل النعمة التي عند أخيه، إن كان عالماً عاملاً بعلمه فإنه يتمنى أن يكون مثله، وإن كان متصدقاً فإنه يتمنى أن يكون مثله، فهذا دليل على رغبته في الخير ومحبته في الخير، فيعطى من الأجر مثل ما يعطى من عنده هذه النعمة. ولهذا قال جل وعلا: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي أن هذا فضل الله عز وجل، يعطيه من يشاء، يعطي الرجال ويعطي النساء، لأنهم كلهم عباد الله عز وجل. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.